فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لأنهم يحبذون أن يأتوا إلى وطنهم. هناك جهات أخرى ديال السياحة، ولكن هم يريدون أن يربطوا أنفسهم وأبناءهم ببلدهم الأم وبوطنهم وبمسقط رأسهم، وهذا جميل جدا. ولذلك هؤلاء يحتاجون إلى كل تقدير وكل احترام وكل اعتبار، هؤلاء الذين يتركون جهات أخرى سياحية ربما تكون أرخص وقد تجلب أبناءهم وشبابهم أكثر، ولكنهم يجتهدون من أجل أن يزوروا وطنهم. ولذلك نحن نجلهم ونقدرهم ونحترمهم، خاصة وأنهم لا يأتون ببطونهم فقط، وإنما يأتون بأموالهم. الآن البنك المغربي كيسجل على أن سميتو تحويلات التي يقوم بها الناس ديال الجالية في عام 2023 115 مليار درهم، 115 مليار درهم، يعني 11 مليار فاصلة 5 دولار. يعني هذه التحويلات راه ماشي سهلة، اللي كتروج الاقتصاد ديال البلد والتجارة ديال الأمة. والتلفزيون المغربي دائما يفتخر بهؤلاء على أنهم بتحويلاتهم، وكذلك المدخرات ديالهم الأبناك المغربية موجودة بكثرة، المدخرات ديال الناس ديال المغرب كتوصل إلى 878 مليار درهم، منها 206 مليار درهم ديال بناء الجالية. تشوف شحال، يعني هذه مدخرات ديال أبناء الجالية. هذا الشيء قلته للناس في الجامع واحد الجمعة بمسألة الزكاة، قلت لهم المدخرات ديال أهل المغرب في الأبناك 878 مليار، منها 206 مليار درهم. يعني شوف شحال من زكاة اللي يمكن غادي يخرجوا هادو. إذا درتي هذا الحساب 2.5% كتجي لك 21 مليار درهم ديال الزكاة اللي غادي يخرجوا الناس ديال المغرب. وشوف شحال من مشروع الذي يمكن أن يقام فقط بهذه الأموال ديال الزكاة، 21 مليار ديال الزكاة. إذن إخواننا ديال الجالية مساهمون بقوة في التجارة وفي تحريك دواليب الاقتصاد ديال هذه الأمة. إذن هؤلاء لا يأتون فقط ببطونهم باش يأكلوا الدليع والبتيخ، وإنما كيجيبوا كذلك الأموال ديالهم كيروجوها، وكذلك يأتون بالقيم وبالأخلاق وبأخلاق حضارية في بيته وفي أسرته. ولكن ليس من أجل الزينة ومن أجل الديكور، ولكن من أجل القراءة فيها في بعض الأحيان. إذا عندما تتحين فرصة الصباح أو في المساء، لأن هذا كتذكير فقط، نذكر أنفسنا ونذكر الجميع على أن قراءة شيئا من القرآن كل يوم هذا من أولويات المسلم، بل هي من واجبات
التي يجب أن لا يغفل عنها المسلم. المسلم عليه أن يتعهد قراءة القرآن كل يوم، بعض الآيات أن يقرأها كل يوم حتى يكون قريبا من الله تعالى، وحتى يختم القرآن الكريم كذلك في أقل من 40 يوما، كما يوصي بذلك السادة العلماء، على أن المسلم عليه أن يختم القرآن الكريم في أقل من 40 يوما حتى لا يتخطفه الشيطان. ونحن في المغرب الحمد لله يختم بهذه الكيفية الجميلة جدا. هذا من جملة الأنشطة التي نستقبل بها أبناءنا وبناتنا، وهم أحق بالترحيب والتقدير والاحترام. إذا كان هناك من يمكن أن يجل ويحترم ويقدر فهم هؤلاء. لماذا؟ أولا لأنهم مع هذا الإمام مالك اللي عنده فروع أيضا يشرف عليه، هذا ما يعني ما تيسر لي جمعه، والأنشطة عديدة. وكنشكركم يعني الحضور ديالكم، وكنشكر الجالية على المساهمة ديالها واللي وقفت مع الناس ديال الناظور وقفة كبيرة، خصوصا كورونا. لولا الناس ديال الخارج والمساهمة ديالهم والإعانات ديالهم للناس، أزمة كورونا كان الناس غادي يعاني واحد المعاناة كبيرة. وحنايا كنا من الناس اللي كنسخروا، يعني حنا كانوا صلوصة، ولكن حنا اللي لمسنا هذاك الحس وهذاك الحب ديال الوطن وهذيك التضحية من أجل غير، مع أنكم كنتم مراقبين حتى على الإرساليات، يعني ما كيتسمحش لكم أنكم ترسلوا واحد العدد، وكنتوا مع ذلك تكون شي طرق وحلول عبر العائلة عبر هذا عبر هذا. المهم خاصنا هذوك الناس ما يجوعوش ما يتكرصوش الأهل ديالنا، وهذا شيء عظيم وانتماء وحب للوطن، وهكذا يكون الوفاء للوطن. أيضا في الأمور اللي لمستها أن الناس ديال الجالية عندهم حرص شديد على ربط أبناء ديالهم بالوطن ديالهم، وربطهم يعني والدليل هو هذا صلة الرحم، يربطهم بالهوية المغربية بما فيها اللباس المغربي والتقاليد ديالنا المغربية. يعني عندي أنا تواصل مع الأخوات نهار الجمعة، كيصوروا لي أنهم دايرين كسكسو وجامعين وليداتهم ولابسين الجلابة المغربية، يعني واحد الأجواء عظيمة. فطوبى لكم وأشد على أيديكم بحرارة، وهذا ما يجب أن يكون، أن نكون يعني قدوة لأنفسنا ولأبنائنا ولغيرنا. زائد القيم والأخلاق اللي كتحاولوا أنكم تكونوا سفراء، يعني الجالية راهم سفراء ديالنا في الخارج وسفراء هذا الدين. فنتمنى لكم التوفيق، وكنجدد يعني الترحيب ديالي بالحضور ديالكم والسعاده ديالي والتشرف ديالي بالجلوس معكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام. على حساب تربيه اولادنا، اسمي فاطمه، كنعيش في بلجيكا مده 51 سنه. يعني شرفني الوقت اللي نهضر معكم على هذا، على حساب التربيه ديال وليداتنا والتربيه الاسلاميه. احنا ولدنا مربينهم على التربيه الاسلاميه من الخلق ديالهم، يعني احنا خلقنا مسلمين وكبرنا مسلمين وعلى فطره الاسلام، ونطلب الله تعالى وتبارك يخلينا مسلمين حتى نتوفى مسلمين. ولدنا ربيناهم يعني التربيه مسلمه، قريناهم القران، قريناهم، علمناهم الصلاه، علمناهم شنو هو يعني الاعياد والسنه النبويه والسلام، يعني علمناهم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من كيجي ولادنا للبلاد المغرب كيلقاو واحد المنظر اخر، بغينا ولادنا يلقاو شي منظر اللي كيناسب التربية الإسلامية. شنو هي؟ يعني الاحترام اللي كنعلموهم في ديورنا خصو يتعلموها حتى في بلادنا. هاد الشطيح وهاد الغنى اللي كيكون على الشاطئ وعلى مشي الكورنيش، ما تقدرش تخرجي بوليداتك الكورنيش. يعني علاش؟ فيه بزاف د المناظر اللي ما كيناسبناش احنا اللي مسلمين. والاسلام ماشي غير احنا نديروا الفولاره ولا نديروا جلابه طويله، ولا خصنا الاحترام لينا ولوليداتنا والاسره جميعا وجميع المسلمين. شكرا، السلام عليكم. على حساب ان مرة ضايس من غادي نجلس غادي نسجد، سواء
من أبناء الجالية المغربية أو من أبناء الجاليات الأخرى، يعني تسند سجن فكرة أنه تحن غاج المسجد مغربي، يعني زليج الناس مغربي، ديكور الناس، جبس الناس، كل شيء مغربي، يتحس في المسجدين من ابتسامة الناس، لا الجالية الإفريقية ولا الجالية من إخواننا العرب آخرين، لازم تحس أني خفن سنديني يعني دين غربيا، والأساتذة يغان غديني بالنسبة للأئمة دين غربيا الحمد لله. آباء دين غربيين ودارنت دولنا، دارنت المغرب. مثلا قبل إرحاب المشرق تصي مغربيا دي بلجيك هولندا ليمان اسبانيا بدون استثناء جميع الدول الأوروبية تسكن تعوانسن دي البرامج الصيفية أو سكن قاندي سوريا قاندي الأردن. لين يجي نسبة قليلة تصدر المغرب حقيقة، ولكن كيفاش تصور خرج النسبة يعني بودا مستقبلا أتأثر خانو دون يوقع الحاب اللي ثمانوي النية خوات السكين شا تعوانسن إلا وني طاحن الإرادة نس قد طرحن أصعوي مغربيين حاس طرحن طاحن غا سوريا طاحن غا الأردن طاحن مشات الإرادة نس مشات الوالدين، ولكن خو الوالدين سكنتن غا تركيا ما من سكن تركيا قاس البرامج صحنت تركيا ذي بعض الجمعيات من مسلمة تركيا سبحانت، ولكن ونفع عن شان الشين كاي مغربيين لا التقاليد لا العادات لا أي شيء ما يمي ذي تركيا من ناس نتقل والبرامج سبحانت وجد عيابه إلا أنه شنو كي رتسم تقل ناس نتسون أوتيل سانكي توال يخشى المخيب كوين حنجان تقل ناس نتراها البرامج تقل زي 10 دي 7 20 دي 8 على حساب العطل تركيا ما مشت ورا دي هولندا يا ليمان او كيسين بول عطله ثمول واخا الدوله دي شتنا فرق الدوله اختلا ثاني خابعه باش توقع بول اكتظاظ من كبريدان اللي غتخوى هندين في الكمال اللي غتخوى الدوله في الكمال غاتمشى الحسابات نسنت إيه يعني مثلا شنو مثلا جنوب هولندا يكسي 18 دي 7 ايمان هذيك 6 دي 7 امنيتك حتى يا ليمان كل جهه تقال العطله واحد. المهم الشباب المغربيين اللي طاحن غاولي غا تركيا ليس ترهن لي كاتيجوري ترهن حوايج ليس ونيتقن 20 يوم ليس ونيتقن يعني 6 4 سيمانات 6 ل 8 سيمانات واش تخرج يطيح يقرا القران مليح يتاود على الاقل بما انه يتاود حزب غير جزء عام تقن كيسنج المجهود جبار يتاود شويه اللغه، ولكن العادات التقاليد الوارد الماكله وتجيبوا لنا احنا جاني تبقى راسي الفكره وقزت جيب ماشي الانتماء 100% تركيا لا الدكار العطله نسيت خاتيك دي تركيا خميس غاهين نهار نسفت بابا زين مثلا فغنا حنشري ريستوري قاش انا غاسم ادانا الصباح غاسم كبابي احنا استحلنا اولادنا اللهم احفظ ابناءنا وابناءهم من تيارة الفساد اللهم ارزقهم الثبات على دينك يا رب العالمين امير المؤمنين صاحب جلال الملك محمد السادس اللهم انا نسالك ان تبارك في عمري ومبارك في صحتي اللهم اصبر به البلاد والعباد اللهم يا ربي اقر عينه بولي عهده المحموم ولي الحسن وشد عوده باسمه المولى الرشيد وبارك له في سائر افراد نصرته العلوي الشريفه انك سميع مجيب اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان من فضلك وكرمك يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. أنا ديالنا ودير لايك للفيديو بارتاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جريدة أرض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.